شخص مثلك. لقد رأى الشمس هذا الكرة لوجه مأمون واستدار ليكمل ضحكه بصوت عال وهو يستعرض كل ما فيه أمام أهله حلا. أجاب مأمون: هذه كرتي أنا، اشتريتها بنفسي وعليك أن تعطيني مالها الآن. يقول مأمون كلامه ويمشي اتجاهه بخطوات مافقة، يمد يده بعدها ويبسطها أمامه ليرد عليه المسلح بركلة أصابت ذراع مأمون الأيمن وصفعة أصابت خده الأيسر، ليسقط على الأرض. فيقول المسلح بعد أن هرع ثلاثة إلى صديقه الذي صرع للتو: أتريد ثمنها؟ يا هذا سترى ثمنها في بيت عند فرج أمك الذي حفظته لك.